الظروف بتاعتها هي اللي مرضت، والمرض بتاعها كان مرض شوية خبيث، وكان للأسف ادونا واحد كانس إن هي تعيش 3 شهور بالضبط. اوكي يا يا والثلاث شهور دول كان في الأول السيتواتس بتاعتها كانت تقدر تعاون راسها شوية بشوية، لكن كل ما الوقت بيمر كل ما الحالة الصحية عندها بتقل، يا بيبدأ كل شيء في الأجهزة الداخلية بتبدأ تقف، يا يا حتى يا وصلت لآخر مرحلة هي اللي يعني اللي كانت صعبة كتير يا يا يعني يا دي. يا وخاصة لما كنت بديلها تيجي عند الدار يدونا 2 يوم في الدار سبت وحد، تقدر تيجي ناخدها من المستشفى وقته كله. 3 شهور كنت معاها ما بسيبهاش يعني ما فرقش، لكن الفترة الأخيرة كانوا خلاص يقولوا إن عايزة تجلس معاك في الدار تجلس، يعني يا خلاص هي يا يا هذا يا الوقت يا مفيش. الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة خاصة يا آخر أسبوع من سنة 2008 في ديسمبر يا هما جم عندي قالوا لي زوجة 2008 يا 2008 10 سنين يا 10 سنين تقريبا، قالوا لي هي خلاص قدامها 2 يا وتموت. سبحان يا 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 سبحان الله يا خدتها وقلت لهم نقلوها عندي البيت، يا وفي الوقت دوت يا هي ما مش 2 هي قعدت تقريبا 9 أيام سبحان الله سبحان الله. يعني هي قالوا لي قبل رأس السنة ب2، وهي توفت يوم 8/1. يا 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 في ال9 أيام دي كان أصعب تسع أيام أو 10 أيام قضيتهم في حياتي، لأن كنت أنا اللي بقوم بكل حاجة. المورفينا كنت بشيلها وأحطها لها، وكان دائما صراخ، وانت عارفه الانسان لما يموت كل شيء وما بيتكلمش بيبقى عايز كل حاجه تتعمل بالنظر، باخد دخلها الدش ادوش لها، كنت انا اعمل مورفينات دائما اديها لها بيل وحين مورفينات في الجسم كنت ابدل لها. دي اخر 9 ايام اخر 9 ايام دابا اخر 9 ايام يا علي تينا اللي كنت كتكلفتي بكل شيء من ناحيه ديال المستشفى صافي قالت لي بيكون عندنا ممرضه تيجي تشوف وتمشي تعمل كنترول وتروح في حالها، لكن انا النهار كله في البيت عندي، عملوا في البيت بيت حطوا فيه السرير بتاع مستشفى، كل حاجه بتاع مستشفى ان هي تتواجد فيه، كرسي اخدها ادخلها تواليت بيه، يعني هي كل شيء كانت تعمله على نفسها يعني في الوقت ده. ما فيش اي كنترول عليها، على الجسم الجسم خلاص كل شيء خسر فيه، ما بقاش فيه اي يا حاجه سبحان الله يا يعني. يا 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 حتى توفاها يا توفى المنيا، يا واتصلت بالطبيب وتعالى يا يا علي فرتيلد ان دات هاي تين يار خليده فور زاين اخت خنوته هي فور اخلك فور جورخ zijn echtgenote was ernstig ziek en dat was een periode moeder te zorgen. المرض مدة 3 شهور. يا اكتشفوا المرض في شهر 8 اخر شهر 8. يا اسمع سبحان الله يا. ولكن لما اكتشفوا المرض كان قالوا انه هي محتاجه عمليه لان تشال المعده بسرعه. يا يا فور اين بي. يا جم عملوا كيكه ابو راسي قبل ما تخش العمليه. يا خرجوا قالوا لي ان يور سوري هي لاست، المرض خرج من المعده على الجسم كله. على الجسم كله. اصبح. يا يا Ze is in totaal 3 maanden ziek geweest en in die periode is zijn echtgenoot, de gezondheid van zijn echtgenoot heel snel achteruit gegaan. En zij kwam in hetzelfde periode kwam zijn echtgenoot, zijn vrouw, in het weekend bij hem thuis. En dan ging hij voor haar zorgen en deed in principe alles voor haar. In de laatste 10 dagen, toen eigenlijk de artsen de hoop hadden opgegeven van we kunnen niks meer voor u betekenen, voor uw vrouw dan niks voor haar betekenen, heeft Ali besloten dat ze bij hem blijft. De laatste fase van haar leven, dat ze bij hem blijft. En de artsen zeiden ze zal nog maar 3 dagen lang leven. Maar hij zei, ze leefde daar nog 9 dagen lang. En in die 9 dagen, dat waren de zwaarste periode van zijn leven. En, want goed, die en die Ali, die kan het saaien lachen, die kan hoe saaien kteer. Shunu kan saaien? طبعا مرات واولادك يعني تشوفها بديك الحاله ماشي سهله، ولكن شنو كان اللي جاك صعيب بزاف يعني؟ لما كانت اغير لها بدل لها البامبرز حاجات اللي زي كده. سقسيت كاب علي خفراخت بات كنتي هاد زفاج انا عايزه
haar verschonen, zeg maar. Want ze kon niet meer naar het toilet. En haar verschonen vond hij het zwaar. Ja, ja. Dankjewel Ali, shukran, shukran. Ja, die tegroepen omringen in zijn mensen. Ja, ja, ja.